ضيفنا من القاهرة أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عنان. دكتور إسلام، يسرنا كثيرا وجودك معنا في سكاي نيوز عربية دائما. وسؤالنا الأول اللي يوجه لك، هل تقاس اليوم قدرة الدول نجاحها أو فشلها في طريقة تعاملها مع وباء كورونا؟ مساء المشاهدين، دي حقيقة. يعني دلوقتي أصبح التعامل مع الوضع وخصوصا التوازن ما بين أن احنا نفتح فتح جزء للاقتصاد ونسيطر على انتشار الفيروس هو المعيار زي ما نقول الاسسمنت أو التقييم للحكومات من وجهة نظر سياسية واقتصادية. ومن التقرير الجميل اللي كنت لسه عارضينه والمقدمة، الدول اللي عرفت ان هي تنفذ السياسة وسياسة الفور اس هي اللي نجحت ان هي الى حد ما تبتدي خطة فتح الاقتصاد الجزئي. بالفور اس احنا قصدنا اول اس اللي هي السيستم، ان هو يبقى عندهم سيستم سريع للغاية في الكرايسيس مانجمنت، او ان هو مواجهة الكوارث ما يستنوش لغاية ما الوضع يتفاقم. فشوفنا البلاد اللي كانت موجودة في اسيا، في كوريا الجنوبية، سنغافورة، ما استنتش اعلان حالة وباء عالمي من منظمة الصحة العالمية وابتدت ان هي تاخد اجراءاتها سريعا جدا. بالتالي الكيرف ما كانش عالي، ما كانش اسي متصاعد، وابتدى يبقى فلات. شفنا على النقيض دول زي امريكا استنت لغاية ما تشوف اذا كان ممكن تاخد الوضع اقتصاديا لصالحها وتحاول تقلب ميزان الاقتصاد، واستنت اعلان الوباء العالمي فتأخرت حتى بعد دخول شهر مارس، بالتالي كان في تفاقم في الحالات. هل يمكن اعتبار هنا دكتور إسلام أنها أخفقت تحديدا الولايات المتحدة؟ لأنه كنا نعتبر قبل أزمة كورونا أنها من أعظم وأكبر الدول، وبعد هذه الأزمة توضح الموضوع بشكل مختلف. والسؤال اللي أود أن أطرحه عليك أيضا هو مسألة إعلان منظمة الصحة العالمية. أشرت مرتين في حديثك عن هذا الإعلان، هل أتى متأخرا باعتقادك؟ باعتقادي أنه أتى متأخرا. هو خلينا نحط قاعدة كده، طالما هم أعلنوا حالة وباء عالمي يبقى هو جه متأخر. يعني إحنا من أول نص فبراير وكان عندنا كل ما يستلزم إعلان حالة وباء عالمي من حيث عدد الوفيات والإصابات جوه الصين وبرا الصين. في رأيي أن التأخر ده كان ناتج عن أن إعلان حالة وباء عالمي هيترتب عليه انهيار اقتصادي في معظم الدول وغلق لحدود كثيرة، وده اللي تخوفت منه منظمة الصحة العالمية وأنها تاخد الخطوة الكبيرة دي. وحتى في التقرير احنا من ساعة ما ابتدت الأزمة واحنا بنسمع من منظمة الصحة العالمية تحذيرات. حتى في التقرير السابق قبل ما اتكلم على طول كان منظمة الصحة العالمية بتحذر من الفتح الجزئي للاقتصاد، لكن احنا امتى هنبتدي نسمع ريكومنديشنز او نسمع استشارات؟ هي جهة استشارية مش سيادية بالفعل، لكن لا تفعل غير التحذير. الدول الآن على المحك في فتح الاقتصاد، وكل الدول على مستوى العالم ما نفذتش توصيات منظمة الصحة العالمية حاليا وابتدت تفتح فتح جزء الاقتصاد. كل اللي عملته المنظمة أنها حذرت، لكن هل يوجد خطة واضحة الملامح قدمتها منظمة الصحة العالمية؟ لأن الدول كده كده هتفتح الاقتصاد، يعملوا زي خصوصا في الدول النامية والأكثر فقرا اللي حاليا هيفتحوا الاقتصاد بدون خطة محكمة زي ألمانيا أو زي حتى الخطة الأمريكانية اللي ترامب بيحاول ما يمررها في الكونجرس. فبالتالي ممكن تؤدي إلى بؤر إضافية وتفاقم في الحالات نتيجة فتح بدون وضع خطة محكمة. فللأسف يعني معظم الدول بانت، مش بس أمريكا، أن في إخفاق في التعامل مع الأزمة. طيب. والتأخير اللي حصل ده إحنا للأسف يعني لو ما عرفناش نعمل كونتينمنت أو احتواء سريع ممكن نلاقي أثاره بعد أسبوعين وثلاثة في تفاقم حالات وفيات وإصابات. دكتور إسلام، هل تغير أزمة كورونا أولويات الدول وتحديدا قراراتها الصحية؟ سؤال كويس جدا. احنا حاليا المخصصات الصحية للدول ضعيفة جدا، من أعلى من أكبر الدول لأصغر الدول. هنتكلم في الشرق الأوسط في مخصصات في حدود من 2 ل 3% من الناتج القومي المحلي، لاوروبا اللي هي في حدود 8 او 9%، لامريكا اللي هي برضه اعظم دوله في الضخ للصحه 18% فقط. فبالتالي بان ان السيستم نفسه مش قوي، جاهزيه المستشفيات لاستقبال حالات او كوارث مش قويه، وحتى في البحث والتطوير اكتشفنا ان في البحث والتطوير احنا ضعفاء جدا تجاه الاوبئه الكوميونيكابل ديزيزز، وما عندناش جاهزيه ليها، لان معظم الدول كانت تارقه البحث والتطوير لشركات الدواء، ولا يوجد خطه من الحكومات للبحث والتطوير ما عدا امريكا. حتى امريكا تمثل 50% فقط من
ميزانيات البحث والتطوير و50% التانية متروكة للشركات. متهيألي ما بعد كورونا الوضع محتاج أنه يتغير، محتاج أن كل الدول تنظر نظرة أخرى للصحة، مخصصات تزيد، يبقى في جاهزية في مرتبات الكادر الطبي، في تجهيز المستشفيات، في التوعية الصحية كمان اللي احنا اكتشفنا ان احنا محتاجين نضخ فيها اموال يمكن ضعف الاموال اللي بنضخها في تحسين الرعاية الصحية، هي الوعي والتوعية. احنا فضلنا شهور لغاية ما نوصل للشعوب، حتى مش في الشعوب العربية بس، الشعوب الأوروبية، فكرة يعني ايه التباعد الاجتماعي ويعني ايه فيروس ومصابات الفيروس شكلها عامل ازاي. فاكتشفنا ان احنا عندنا سيستم واهن للغاية على مستوى العالم. دكتور إسلام، حتى نكون واقعيين في ختام هذا الحوار، الحكومات والمنظمات تعمل دوما على المشاكل بعد تشخيصها، ألا يعتبر ذلك يعني طبيعيا، علما أنه الأمور الغامضة لا يمكن التعامل معها قبل أن تحدث أو في بدايتها؟ نقطة جيدة. التعامل مع الكوارث ممكن يؤخذ بطريقة proactive، يعني ما قبل الكوارث يبقى في جاهزية، ممكن تبقى reactive زي ما احنا شفنا اللي هو فقط رد فعل. فالأوبئة ما هياش جديدة على العالم، احنا بيمر علينا وباء كل عدد معين من السنين، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم دايما على ان الخطر القادم لن يكون خطر حرب، هيكون خطر وباء او فيروس. مع ذلك لم يكن هناك اي مخصصات في التطوير وفي الأدوية للأوبئة، لذلك حتى الان مش هنلاقي ان في ادويه فعاله للملاريا. حتى الان يوجد وفيات عاليه بالالافات من الملاريا، صحيح. يوجد حالات من الايبولا ولا يوجد علاج ناجع، وكل مره كان بيحصل فيروس زيكا مثلا، كل مره كان بيحصل فيروس كنا بنبتدي ننتهك سياسه رد الفعل. يعني لم يحن الوقت ان احنا نبقى عندنا سياسه جاهزيه لاستقبال اي كوارث في المستقبل، ونجهز دايما للأسوأ. يعني دايما احنا في الكوارث بنقول احنا خلينا نبقى عندنا جاهزيه لأسوأ سيناريو ممكن، بالتالي الأحسن هيبقى مستعدين ليه. شكرا لأستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عنان على المشاركة معنا من القاهرة.